الرابع من أيلول سبتمبر 2019. أهلا بكم بالمشهدية وفي مشاهدها لليلة. على خطى شارون، نتنياهو يسعى لتعزيز حظوظه الانتخابية باقتحام الحرم الإبراهيمي، بين مشهد عام 2000 الذي فجر انتفاضة ومشهد اليوم كيف يقاوم الفلسطينيون لحفظ مقدساتهم. السعودية تساعد هادي على حسم معركة الشبوة وترسي قواعد تقاسم النفوذ بينها وبين الإمارات في الجنوب اليمني. ما أفق حوار جدة وهل سينهي حالة الاقتتال بين الحلفاء؟ سنة أقعده المرض فيها أسير الفراش ليعود قويا ومشرقا. الإعلامي علي مسمار ضيف المشهدية يخبرنا كل تفاصيل العلاج ورحلة المواجهة مع السرطان. جريمة ترتكب في الفضاء لأول مرة، فأي قوانين تطبق على مرتكبيها؟ هذا الجدل بدأ يتصاعد بعد خرق رائدة فضاء حساب شركتها السابقة من خارج الكوكب. مقاومة الاقتحامات، يرسم الفلسطينيون خطوطا حمرا في كل ما يرتبط بمقدساتهم، من تاريخ إشعالهم انتفاضة عام 2000 في وجه أرييل شارون الذي اقتحم المسجد الأقصى، إلى تجذرهم العميق في الحرم الإبراهيمي ما فجر انتقاما يهوديا متطرفا أدى إلى مجزرة أزهقت العشرات من الأرواح في تسعينيات القرن الماضي. اليوم وقبيل انتخابات قد لا يفوز بها، يعيد نتنياهو المشهد نفسه. هكذا دخل إلى الحرم محاطا بالمستوطنين وبإجراءات أمنية مشددة. جئنا إلى الخليل من أجل إعلان الانتصار، لقد اعتقدوا أنهم سيقتلعوننا لكنهم أخطأوا خطأ مريرا. عدنا إلى الخليل، عدنا إلى الكنس والمدارس الدينية، عدنا إلى الحرم الإبراهيمي، هذا انتصارنا. إنما الفلسطينيون لم يصمتوا، فتصدى أهالي الخليل لهذه الزيارة العدوانية رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في كل منطقة الحرم الإبراهيمي. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولاً، هل هدف الزيارة هو ديني أم انتخابي؟ ثانياً، هل يستطيع نتنياهو فرض الأمر الواقع على المقدسات غير اليهودية؟ ثالثاً، كيف يمكن تقييم المقاومة الفلسطينية للمشاريع الإسرائيلية؟ أجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع الضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، رئيس أساقفة صبصية للروم الأرثوذكس المطران عطل حنا الذي ينضم إلينا الآن. مساء الخير وأهلا بك سيادة المطران. سيادة المطران، طب يبدو لدينا سيادة المطران، هل تسمعني؟ طب بانتظار أن يجهز الاتصال مع المطران عطل حنا الذي يبدو هناك فقط يعني بعض تأخير في وصوله أو في يعني وصول الصوت إلينا. سنذهب مشاهدينا إلى بعد هام جدا من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، تحديدا صراع الهوية والتاريخ والمقدسات، وخصوصا مع تزايد اليمين المتطرف في إسرائيل. طبعا كل حكومة أتت على إسرائيل كانت يمينية وكانت متطرفة، هذا أمر لا لبس فيه. إنما اليوم مع وجود بنيامين نتنياهو مسعاه للوصول إلى دورة جديدة انتخابية، كل المشهد يقول بأنه سيصعد خصوصا مسألة ضم الأراضي. لذلك الآن سندخل غرفة تحقيق في المشهد الساخن ونحقق في آخر موقف خطير جدا لبنيامين نتنياهو. إلى غرفة التحقيق. إطار حملته الانتخابية، طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستوطنين إلى أنه سيفرض السيادة اليهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية. وفي مزايدة واضحة قال نتنياهو: هذه أرضنا. انظروا كيف عبر نتنياهو من يومين تقريبا عن هذا الموقف بالصوت والصورة.
نحن نبني هنا منازل جديدة في البيت القديم، فهذه الأرض هي البيت القديم الأصلي لشعب إسرائيل، ونحن سنبني مستوطنة أخرى هنا. لن نقتلع أي أحد من هنا، لن يكون هناك إخلاءات جديدة. نحن سنفرض السيادة اليهودية على كل المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل. إذن يريد تحقيق السيادة اليهودية، يريد أن يعتبر هذه المستوطنات وهذه الأراضي جزء من أرض إسرائيل، من تاريخ اليهود. سنحقق الآن في كلام نتنياهو مشاهدينا. لن ندخل في الجدل التاريخي والديني الذي يحتمل الكثير من الأخذ والرد، إنما سنعرض حقائق متوافق عليها دوليا، وهي لا تحتمل بأي شكل من الأشكال التأويل. نبدأ مع القرارين 242. أولا، هذا القرار صادر عام 67، والقرار الآخر 338 صادر عام 73. هذا القراران يؤكدان عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وفي عام 79 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 446 الذي يعد بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع وعقبة في طريق السلام. نزيد عليه في عام 80، دعا القرار 465 حكومة إسرائيل من بين أمور أخرى إلى تفكيك كل المستوطنات القائمة. وفي ديسمبر كانون الأول عام 2016 وافق مجلس الأمن الدولي بغالبية ساحقة على القرار 2234 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا يعد القانون الدولي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67 ومن ضمنها الضفة الغربية مناطق محتلة بالكامل. كذلك يمنع القانون الدولي الإنساني إسرائيل كقوة احتلال أن تستغل المناطق المحتلة لأهدافها السياسية واحتياجاتها المدنية، ومن ضمن ذلك بناء المستوطنات. تريدون أكثر من ذلك؟ محكمة العدل الدولية أكدت عام 2004 بشأن جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية أنه بني فوق مناطق محتلة كانت احتلتها إسرائيل عام 67، وهي مناطق محتلة من دون جدل أبدا. محكمة العدل الدولية شددت أيضا على أن المستوطنات في المناطق المحتلة عام 67 هي مستوطنات غير قانونية ومناقضة للقانون الدولي الإنساني. حتى اتفاق أوسلو مشاهدينا الذي قسم الضفة إلى مناطق ألف باء وجيم لم تحترمه إسرائيل. التصنيف كان يفترض أن يسري لخمس سنوات فقط حتى التوصل إلى اتفاق دائم، وهو ما لم يتم حتى يومنا هذا، ونحن في 2019 واتفاق أوسلو وقع في عام 94. نتنياهو يريد فرض السيادة بشكل أساسي على مناطق جيم التي يتضمنها الاتفاق، ولو أنه أيضا يرغب بفرض السيادة على مناطق في ألف وباء، وهي مناطق تقتحمها سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي أو تعود فيها المسؤوليات الأمنية والمدنية لإسرائيل. هذا يعني ضم كل مناطق جيم بالضفة الغربية وفرض السيادة اليهودية على أكثر من 242 مستوطنة إسرائيلية يعيش فيها 650 ألف مستوطن إسرائيلي. وفي خلاصة هذا التحقيق، إذن كما لاحظنا ما من وثيقة أو قرار دولي يعتبر هذه الأراضي في الضفة الغربية هي أراضي إسرائيلية. ما يعني أن كلام نتنياهو ليس سوى ورقة انتخابية إذا لجأ إلى تطبيقها فسيكون الشعب الفلسطيني بلا دولة رسميا، أي أن يصبح شعبا تحت الاحتلال تماما. وبالتالي يصبح ادعاء نتنياهو في نتيجة تحقيقنا في غرفة التحقيق في المشهد الساخن أقله وفق القانون الدولي هو ادعاء كاذب تماما. إذن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة بالمطلق. الآن نختم غرفة التحقيق ونذهب إلى ضيفنا. نعود إذن إلى ضيفنا. طبعا بدأنا اليوم بالعكس قليلا لحين أصبح معنا المطران عطلة حنا. مساء الخير سيادة المطران وأهلا بك معنا في المشهدية في هذا اليوم الذي
تنتهك فيه إسرائيل من جديد حرمة الأماكن المقدسة الفلسطينية، تدعي أنها هي ملكية لها وتريد أن تخضع كل مناطق الضفة الغربية كما يقول بنيامين نتنياهو لسلطتها. كيف قرأت هذا المشهد اليوم من رؤيتك؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وكل التحية لقناة الميادين التي تغطي هذه الأحداث، سواء كان هذا في الخليل أو في القدس أو في غيرها من الأماكن. ما حدث اليوم في الخليل إنما هي جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم الكثيرة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية. ما حدث اليوم في مدينة الخليل من اقتحام لنتنياهو ولغيره أيضا من المسؤولين في دولة الاحتلال إنما يشير إلى عداء وإلى عنصرية وإلى تصرفات غير مسؤولة هدفها الإمعان في تهويد أرضنا ومقدساتنا والتعدي على كرامتنا وعلى حريتنا. أنتهزها مناسبة وأنا أخاطبكم من رحاب مدينة القدس لكي أوجه التحية لأهلنا في الخليل. إن نزيف الخليل ونزيف القدس هو نزيف واحد وهو جرح واحد، وأولئك الذين اقتحموا اليوم المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل هم ذاتهم الذين اقتحموا المسجد الأقصى، وهم ذاتهم الذين يستهدفون مقدساتنا المسيحية أيضا. نزيفنا واحد، ألمنا واحد، معاناتنا واحدة، ولذلك وجب علينا كفلسطينيين في هذه الظروف التي نمر بها أن نوحد صفوفنا وأن نلفظ الانقسامات من صفوفنا وأن نكون جبهة واحدة وعائلة واحدة، لأن المؤامرة التي تستهدفنا كبيرة. ما حدث اليوم في الخليل ليس أمرا بسيطا أو عابرا، وما يحدث في مدينة القدس ليس أمرا بسيطا أو عابرا. هنالك مؤامرة كبيرة علينا كفلسطينيين، هنالك مؤامرة على الشعب الفلسطيني، على القدس، على الخليل، على كل الشعب الفلسطيني. اليوم وأنا أشاهد عبر قناة الميادين ما يحدث في خليل الرحمن استذكرت المجزرة المروعة قبل أكثر من 20 عاما، حيث كنت أنا وكذلك الشهيد فيصل الحسيني كنا من أوائل أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث شاهدنا بأم العين الجريمة والدماء والشهداء الذين لن ننسى أسماءهم وستبقى أسماءهم مسطرة بأحرف من نور. وها نحن اليوم نشهد جريمة جديدة من خلال هذه الاقتحامات، من خلال هذه السياسات، وكأنهم يقولون لنا بأن الخليل ليست لكم، بأن القدس ليست لكم، بأن المقدسات ليست لكم. رسالتنا اليوم للاحتلال ولكل من يقفون إلى جانب الاحتلال بأن فلسطين ستبقى لأبنائها والمقدسات ستبقى لشعبنا في الخليل كما هو أيضا في مدينة القدس. نعم. وبالتالي ما حدث اليوم في الخليل لن يزيدنا كفلسطينيين إلا صمودا وثباتا وتشبثا بهذه الأرض المقدسة التي نسكن فيها بأسادنا، ولكنها ساكنة في قلوبنا وفي أفئدتنا. نعم سيادة المطران، هنا نحن استعرضنا قبل قليل
كل القوانين الدولية التي تحرم على إسرائيل أن تضم مناطق في الضفة الغربية، أن تضم مستوطنات يجب عليها تفكيك تلك المستوطنات، إنما طبعا القانون الدولي واضح، الاتفاقيات أيضا الموقعة عليها إسرائيل واضحة حتى هي بذاتها. إنما هنا أريد أن أسألك انطلاقا من موقعك الديني المسيحي، هذه المقدسات يعني كيف يمكن أن تضمها إسرائيل، أو كيف يمكن أن تدعي أنها فقط هي مقدسات يهودية أو هي تنتمي إلى اليهود؟ عندما يقول نتنياهو نحن عدنا إلى هنا إلى تاريخنا، حاولوا أن يقصونا ولكننا عدنا، يعني هذا الادعاء لامتلاك التاريخ كيف ترد عليه سيادة المطران؟ سيادة المطران تسمعني؟ يعني حقيقة ينطبق على هذا الاحتلال الإقصائي العنصري ما قيل في وقت من الأوقات في الكتاب المقدس: لهم آذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون. هؤلاء ثقافتهم هي ثقافة عنصرية، هي ثقافة إقصائية، يظنون أن هذه الأرض هي لهم وليست لسواهم، يتجاهلون أن هنالك بعدا مسيحيا وهنالك بعدا إسلاميا لهذه المقدسات، يظنون أن مدينة القدس هي عاصمتهم وهي فقط لهم، أما نحن الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين فنحن ضيوف في مدينة القدس وفي هذه الأرض المقدسة. إسرائيل لا تحترم القوانين، إسرائيل لا تحترم حتى القوانين التي وقعت عليها، القوانين التي وافقت عليها في وقت من الأوقات، هي لا تحترم شيئا على الإطلاق. إسرائيل تستغل الانحياز الأمريكي والدعم الأمريكي، وتستغل أيضا الحالة العربية المترهلة، وكلنا نرى ما يحيط بنا في هذا العالم العربي وفي هذا الوطن العربي. إسرائيل تستثمر الحالة العربية المترهلة وتستثمر الانحياز الأمريكي على الأرض، وتسعى لتهويد كل شيء. من يأتي إلى مدينة القدس، من يأتي إلى الخليل، من يتجول في هذه الأرض المقدسة يرى المستوطنات منتشرة في كل مكان، يرى المستوطنين يجولون ويصلون في كل مكان، وهم يشتموننا وهم يبصقون علينا في كل مكان يعني نمر به إلى آخره. وبالتالي نحن لا نتوقع من إسرائيل شيء، ولا يجوز لنا أن نراهن بأن تتغير إسرائيل. إسرائيل عام 48 هي ذاتها عام 67 وهي ذاتها اليوم. الذي يجب أن يتغير هو واقعنا الفلسطيني، أن يكون الفلسطينيين أكثر وحدة، لأن وحدتهم هي قوة لهم. الذي يجب أن يتغير هو الواقع العربي اليوم. ويا للأسف الشديد انتقلنا، طبعا أنا لا أعمم، هنالك الكثيرين من العرب الذين يعتبرون فلسطين قضيتهم والقدس قبلتهم، ولكن ويا للأسف هنالك بعضا من العرب الذين كنا نظن في وقت من الأوقات أنهم صامتين أو أنهم مطبعين، فإذا بنا نكتشف اليوم أنهم جزء من المؤامرة، جزء من المخطط الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع مدينة القدس. وبالتالي نحن نعرف إسرائيل وما تريده إسرائيل، ولكن عتبنا حقيقة هو على هذا الواقع العربي الذي نتمنى أن يتغير نحو الأفضل وليس نحو الأسوأ. وكما نقول بلغتنا العربية العامية، العتب على قدر المحبة. نحن نحب أمتنا وننتمي إليها، وعندما نعاتب بعض العرب إنما نعاتبهم من منطلق المحبة، لأننا نريدهم أن يكونوا في المكان الصحيح، ونريدهم أن تكون بوصلتهم أيضا في الاتجاه الصحيح. نعم، هذا العتب يعني سيادة المطران هو مكرر في الواقع، بس للأسف الآن يبدو أن تيار التطبيع يسير على قدم وساق. إلى أي مدى
هذا التطبيع أو هذا القرار العربي بأن لا يكون هناك أي وقوف في وجه مخططات إسرائيل يعزز الآن حضور اليمين المتطرف، خصوصا شخص مثل بنيامين نتنياهو؟ إلى أي مدى تعتقد أن كل هذه الخطوات التي قام بها اليوم مثلا، هناك من قال أنها خطوة انتخابية، هناك من قال أيضا هي للتغطية على ما حصل في جنوب لبنان وعلى الفشل الذي منيت به يعني إسرائيل من خلال عمليات المقاومة، ما رأيك بذلك؟ قد تكون الخطوة التي قام بها نتنياهو اليوم جزء من الدعاية الانتخابية، ولكن الانتخابات الإسرائيلية لا تعني لنا شيء، لا تعني لنا شيء على الإطلاق. هذه الأرض هي أرض فلسطينية محتلة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، وكل هذه الاستفزازات الإسرائيلية لن تزيدنا كفلسطينيين إلا تشبثا وانتماء بكل حبة تراب من ثرى هذه البقعة المباركة من العالم. حقيقة التطبيع تستثمره إسرائيل على الأرض خدمة لمشروعها الإقصائي. خلال السنوات الأخيرة، خلال 10 سنوات الأخيرة، شاهدنا في مدينة القدس مشاريع استيطانية، تعديات مستمرة على المقدسات، على الأوقاف، يعتدون على المسجد الأقصى، يستولون على العقارات المسيحية إلى آخره. كل هذا لم يكن من الممكن أن يكون لولا هذه الحالة العربية المترهلة. ونحن بالطبع، أنا لست الآن بموضع أن أشهر أو أن أسيء لأحد، لا أريد أن أفعل هذا. نحن في مدينة القدس حقيقة المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية لن تألو جهدا في تذكير العرب بواجباتهم. نحن مدركون أنهم مقصرون، لا بل بعضهم مرتمي في الأحضان الإسرائيلية والأمريكية، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تحليل وإلى توضيح. ونحن بدورنا كفلسطينيين لن نألو جهدا في تذكير العرب، حتى هؤلاء المنطبحين المتآمرين والمتخاذلين، نحن نذكرهم بأنهم قالوا في وقت من الأوقات بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى. أنا أذكرهم في هذا المساء وبعد أحداث الخليل، هل القضية الفلسطينية ما زالت بالنسبة إليكم هي القضية الأولى؟ هل الفلسطينيين بالنسبة إليكم موجودون على أجندتكم إلى آخره؟ طبعا نحن نعتقد بأن زيارة نتنياهو اليوم قد تكون في الوقت الذي حدد لها، لكي تكون بعد يعني الفشل الذريع الذي تحقق مع نتنياهو في شمال فلسطين ونجاح المقاومة. هذا أمر واضح وضوح الشمس. نحن بدورنا نؤكد، ومن قلب مدينة القدس ومن قلب هذه الأرض المقدسة، بأن سياسة نتنياهو وسياسة الاحتلال، طبعا هذه المسميات منذ عام 48 وحتى اليوم نسمع عن أسماء كثيرة في إسرائيل في دولة الاحتلال، هذه المسميات كلها هي جزء من المشروع الصهيوني العنصري الذي يستهدفنا جميعا، لا يستهدف فقط الأقصى والحرم الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية فقط، بل يستهدف أيضا المسيحيين في مقدساتهم وفي أوقافهم وخاصة في مدينة القدس. شكرا جزيلا لك سيادة المطران على انضمامك لنا في المشهدية اليوم في هذا النهار الهام. رئيس أساقفة السبستية للروم الأرثوذكس مطران عطلة حنا كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نذهب الآن من المشهد الساخن إلى المشهد السياسي. سنذهب الآن من فلسطين إلى اليمن، حيث بدأ مسؤولون في حكومة رئيس اليمني عبد الرب منصور هادي محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء التوتر في محافظات الجنوب بعد معارك طاحنة
بين الطرفين. يأتي ذلك فيما أعلن التحالف السعودي وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة جنوب اليمن للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين قوات المجلس الانتقالي وقوات هادي، ما يعطي طبعا أفضلية لقوات هادي في هذه المنطقة. وأيضا جاء وصول تلك القوات السعودية بعد أن سيطرت قوات من المجلس الانتقالي على عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة قبل أن تنسحب من تلك المدينة. إذا نريد الآن أن نفهم قليلا، هل تم الاتفاق بين الإمارات والسعودية على تقاسم النفوذ في جنوب اليمن بعد معارك طاحنة بين أتباع الطرفين؟ سنسأل زميلنا مدير مكتب الميادين في اليمن أحمد عبد الرحمن الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أحمد، ونريد أن نعرف منك بداية الوضع الميداني في جنوب اليمن في شبوة. عدن لن يتم المساس بها، يعني ستبقى على حالها. كيف ربما الآن الخريطة تتوزع في الجنوب بين السعودية والإمارات؟ مساء الخير. طبعا ما يجري في جنوب اليمن يبدو واضحا انه تكامل نفوذ بين السعوديه والامارات واعاده تموضع وتعزيز للتواجد السعودي الاماراتي العسكري في مناطق جنوب اليمن من باب المسيب وعدن وابين جنوبا الى سقطرى في المحيط الهندي وشبوه وحضرموت وايضا المهره شرقا. طبعا هذه المناطق بموانئها وسواحلها ومطاراتها وأيضا آبارها النفطية وبجزرها في البحرين العربي والأحمر باتت جميعها تحت السيطرة الإماراتية السعودية، وبالتالي هذا تكامل نفوذ، تقاسم نفوذ واضح بين الدولتين وأيضا بين هاتين الدولتين على الأرض. اليوم ما يجري هو يعيد رسم الخارطة أو الخريطة ويؤسس لما بعده من مرحلة تالية ضمن استراتيجية أو مخطط التحالف، وهو الفصل والتقسيم وخلق بؤر صراع دائمة بما يؤدي إلى التفتيت كهدف نهائي لهذا التدخل أو العدوان أو الحرب الشاملة على. يعني هذا هو هدف حوار جدة أحمد؟ نعم، في جدة هناك حوار ونقل المشكلة من مرحلة مرحلة، هناك تمكين لأطراف جديدة ولقوى جديدة تخلقت وخرجت من عباءة الحكومة الشرعية وأيضا من عباءة ورحم هذا التحالف الذي جاء قبل 5 سنوات من أجل إعادة الحكومة الشرعية كما قال، وتدخل من أجلها. اليوم تضرب هذه الحكومة، تضرب قوات هذه الحكومة وأيضا رئيسها الشرعي كما يقول هذا التحالف عبد ربه منصور هادي، وأيضا يعني لصالح قوى أو شرعيات جديدة. اليوم ستجلس على طاولة واحدة وإن كانت غير مباشرة، لكن هناك تمكين لهذه القوى على. هل سيكون هناك عفوا أحمد، هل سيكون هناك يعني تميز لقوى على حساب قوى أخرى؟ يعني هل السعودية ستعطي أفضلية للرئيس عبد الرب منصور هادي مثلا، أم سيكون فعلا هناك تقاسم نفوذ متساوي بين الطرفين بحسب معلوماتكم؟ من الواضح أن الأفضلية اليوم لأنها هي للطرف الجديد، هي لطرف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات الأفضلية ميدانيا طبعا الميدانية. نعم، وهذا أيضا يمكنه أو يجعله طرفا أقوى على طاولة المفاوضات أو يقوي من حضوره ومفاوضاته. نعم، الحكومة حكومة هادي تقول أنها لن تتحاور مع هذا المجلس بشكل مباشر، أيضا وضعت شرطا جديدا اليوم وقالت أو جددت بالترحيب بدعوة السعودية للحوار، لكنها وضعت شرطا هو ضرورة الوقوف أولا أمام انحراف دور الإمارات في التحالف والوقوف أمام هذا الانحراف كما قال نائب وزير الخارجية حكومة هادي، سينجح أو هو الطريق الصحيح لإنجاح أي حوار مقبل. لكن هناك قبول يعني من حيث المبدأ بالتحاور مع الطرف الآخر، وما يجري اليوم في جدة هو مؤشر على أن هناك يعني أصبح طرف يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي بشروطه وأيضا بشعاراته ومطالبه، وهناك طرف آخر تمثله حكومة هادي مسؤوليها الذين يتواجدون اليوم
في جدة. أيضا الوضع في الجنوب على الأرض منقسم بين سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يفرض سيطرة كاملة على مدينة عدن والعاصمة المؤقتة لحكومة هادي، وامتدادا إلى أبين ولحج والضالع، وأيضا وصولا إلى مشارف. نعم أحمد، شكرا جزيلا. اليوم تحت سيطرة حكومة هادي بوجود قوات سعودية صحيح. أيضا في المهرة شرقا. شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد عبد الرحمن على الإضاءة على كل هذه المعطيات، مدير مكتب الميادين في صنعاء. مشاهدينا نذهب إلى فصل قصير جدا، نعود بعده لمتابعة المشهدية، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى المشهدية، والآن نذهب إلى المشهد الاجتماعي. قليلون هم الإعلاميون الذين يغيبون لفترة عن الشاشة، وعندما يعودون تبقى اللهفة لمشاهدتهم هي نفسها، لا بل تزداد. الأمر ينسحب على ضيفنا الذي أقعده المرض على الفراش لسنة كاملة، عاد بعدها باستقبال حار على شاشته المنار وأيضا في قلوب محبيه ومتابعيه. ربما لأن حضور الرجل، صوته، طلته رافقت لحظات حفرت عميقا في ذاكرتنا وفي تاريخنا وفي تاريخ لبنان بشكل عام. الليلة سيخبرنا في المشهدية عن الرحلة الطويلة والنهاية السعيدة، إن شاء الله دائما على الإعلامي علي المسمار. مساء الخير وأهلا بك. مساء النور، كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. خلينا نبلش من النهاية السعيدة، قد ايه فرحان بتعليقات الناس اللي والله هي الفرحة فرحة شوي بتخوف، لأنه قد ما الواحد بيشعر بمسؤولية، بس تكتر المحبة وتكتر الأسئلة عن الصحة وعن الحياة الشخصية وعن غيره، بصير الواحد حاسس حاله أنه يا عمي أنا هالقد يعني بعد كل هالسنوات بتخوف؟ لا، لازم تكون بتعرف. بخاف الموضوع له علاقة، مش الخوف اللي المتعارف عليه، بخاف أنه عايش بوهم الواحد. هل هذا واقع؟ يعني هيدي محبة الناس ولا لا؟ لأن اكتشفته أكيد أنه واقع، يعني ما بدوش الواحد جدل فيها، بس بيضل هيك بينه وبين حاله أنه أنا يعني في ناس بيسعوا إلى عالم شهرة، إلى عالم أنه الناس ضلت تسأل عنهم، عن صحتهم، عن غيرهم. أنا أبدا 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 مطلقا لم أسعى إليها ولا للحظة، إذا بدك يعني على الآخر أنه هذا الموضوع عندي. نحن بعالمنا اللي تربينا عليه ما في شيء اسمه شهرة، ما في شيء اسمه شو اسمه التلفزيون، العمل الإعلامي بالنسبة لك هو رسالة. رسالة يعني، وبقي كذلك رغم كل شيء، وبقي رسالة رغم كل شيء. شوفي، هي نحن عم نقول نحن عم نقدم رسالة. تجي يمكن إن تسمعي هذا الكلام من آخرين إنه نحن بمحطات وغيره، صراحة لا، اللي مكتشفوا أنه مش هيك. يعني بالعالم الإعلامي إما الواحد بيسعى للشخصني، إما بيسعى للبروز من أجل تحصيل مالي لأنه بده يتقدم بمراتب، إما أنه يسعى إلى تنفيس ما بداخله، يعني بيكون عنده هو حالة معينة، مثل بعض المحللين حتى السياسيين لما بيطلعوا يكون في عندهم إما محبة مطلقة لجهة معينة بيطلعوا بيمدحوا فيها و الإعلام في إعلام المقاومة يخدم قناعاته. هذه المسألة طبيعية. هذا الموضوع إنه الواحد دائما مفترض بالأساس إنه يشتغل بقناعته، لكن اللي بيشتغل بعالمنا نحن لأنه تربى مع جيل له علاقة مباشرة إلى العمل المقاوم الجهادي وبين الناس والمحرومين، هو طلع من بيئة محرومة، فدائما بيشتغل بقناعته. إلا بالصدف، إلا ما تلاقي يمكن بعض الأحيان أنه يطلعوا بعض الأشخاص أنه لا، نحن عم نشتغل للشخص. نحن اشتقنا لك كثير يعني. الله يخليك إن شاء الله. كل اللي بيشاهدوا قناة المنار اشتاقوا لحضورك، لأنه كما قلت حضورك كان مهما جدا في محطات مفصلية
في تاريخ لبنان وفي تاريخ الوطن العربي. خلينا نقول تاريخ المقاومة لأنه في التاريخ اللبناني لا الحديث يعني الصراع مع إسرائيل طبعا. بس أنا يعني أريد أن أعود معك بهذه السنة شوي. أي أصعب لحظة كانت بالنسبة لك؟ يمكن البعض يصدق أو ما يصدق، صراحة ما كان في شيء صعب. يعني يمكن حالة المرض هي بحد ذاتها كبيرة. حتى ما بس نوضح أنه النوع السرطان الذي أصابك هو نوع منتشر صحيح؟ هو لا، اللي أنا أصابني هو نادر وصعب. أخذ الشعار مثل ما هو. هو فعلا هو نادر جدا وصعب. يعني بكل لبنان إذا بدك تشوفي هذه الحالة يمكن تلاقي فرضا بكل لبنان شي 50 حالة. قصدي ينتشر في الجسد يعني يضرب أكثر من العضو. هو كتلة صرت تكبر. أوكي. يعني الكتلة اللي كانت موجودة عندي أنا بحدود 30 سنتي ب 26 سنتي. إذا ما كان أكثر. يعني عم تحكي أنت مسطرة 30 سنتي إذا بدك تقيسي. يعني في 30 سنتي حجم كبير جدا يعني حتى لما انشالت وانوضعت بصحن انه مساحه الصحن قد ما كانت كبيره وهي لانه خبيث كانت لونها وقاسيه يعني من كل النواحي كان فيها مشكل. شفتها بالصور بعدين. لا ما استغربت لانك عم تشرح عنها. العمليه صعبه يعني لساعات وصاروا يطلبوا دماء وغيره. انا مش يعني غايب عن الوعي بهذا الموضوع، لكن بعدين عرفت لانه شق الجرح طوله واضح انه كانت الامور صعبه. وبحسب ما عرفت انه الاطباء اللي كانوا موجودين لما طلعوا من كانوا يطلعوا من العمليات كانت وجوههم مسوده انه نحن قاب قوسين من انه نقول لكم هيئوا القبر. لهالدرجه كانت الامور صعبه جدا 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 يعني بهذيك اللحظه. انا مش شاعر بهذا الموضوع، يمكن شعرت اكثر لما رجعت دخلت المستشفى. من بعد ما طلعت من المستشفى انا رجعت وقعت وصار في عندي كمان هي كانت اصعب على المحيطين فيك اكثر من على المحيطين بك يعني على العائله والزوجه الزوجه والاولاد والعائله والاهل وكلهم طبيعي. هيدي كانت عندهم اصعب. انا كنت قاعد بالنهايه بالمستشفى في الم ما عم يعطوني دواء، اما في مصر بتطلع بلاقي مثلا كذا مصل هون كذا مصل هون يعني واحد مربع. بحالتك الصحيه حقيقه الامر؟ انا من اول لحظه عرفت فيها. انا من اول لحظه لانه ضليت فتره لحتى يعرفوا المشاهدين انه كيف الواحد بيقدر يكتشف المرض وكمان نحن عبره للاخرين بهذا الموضوع. انا ضليت فتره ينزل الوزن ينزل. ليه ما عارف. ف اخر شيء انه بدي اكتشف الموضوع انه في شيء يعني ومش عملت فحوصات لانه عملنا فحوصات ما في شيء بالفحوصات. كيف طلع بالصور؟ يعني طلب فحوصات وطلب صور. فالفحوصات ما في شيء، طلعت بالصوره. الصوره كانت مفاجئه جدا انه في كتله كبيره. يعني مش عم نحكي انه نحن شيء صغير، بنحكي انه عشرات السنتيمترات بقلب اللبن. كيف فعلا نادر وغريب يعني انه ما يبين بالفحوصات. هو اسمه خبيث. بس تقولي خبيث يعني يتسلل الى اي مكان بالجسم وبدون ما حدا يعرفه. فمن بعد مباشره بيقول لي الدكتور الاشعه بيقول لي انه بدك تتابع وضعك، شوفي قال لي في كتله. شو الكتله؟ بيقول لي خلص الكتله. فهمت دغري انا الموضوع. اوكي تابع يعني المساله. قال في فترة طويلة يعني موضوع العلاج وغيره، لكن من البداية انه لا يمكن العلاج، الموضوع تحتاج الى استقصاء. وهي في لها متفرعات يعني صح كتلة كبيرة بس لها اولاد. يعني بدك تعالجهم وتلحقهم. شيء يعني تقريبا بالعلاج انا بقول لك ما كثير في علاج، في شيء اسمه حماية من الانتشار اللي هلا انا يعني تقريبا هلا عم تابعه بالمستشفى. انه بعدني عم نحاول انه احمي البقايا. استاذ علي قلت لي ما في شيء صعب، انت ما كنت مستوعب شو عم بيصير. لا مستوعب ايه، بس انه في يعني شيء ما كثير عم بتحلل طبيعه وضعك. لا في طبيعه عندي هي مش موضوع الصبر فقط. انا بتسلم لربك. ايوه هذا الموضوع يعني محسوم انه يعني بالنهايه كلتنا نحن نمرض، في واحد اصعب من الثاني، في واحد خلص مدرك انه لحظات. لحظه حلوه صارت بهذا العام.
اللحظة الحلوة وهي مرة كمان إنه بنفس الوقت كل الناس بدهم يطمنوا عنك. إيه. وما قادرة كمان. اطمنهم. طمني. هيدي لحظة حلوة إنه عم تلاقي في كتير محبين. ورغم إنه أنا سعيت إنه ما حدا يعرف لأنه أنا فايت أعمل عملية عادي أنا معتبرها يعني. إنه شأني شأن أي واحد بيعمل عملية. بس اللي صار تدفق الحب. إذا صح التعبير لحتى إنه يعرفوا شو عم يصير. هذه كانت لحظة إنه حلوة إنه فينا الناس عم تسأل عنك. بتعرفي يعني نحن مجتمعات دائما في العلاقة العاطفية بين الناس هي أساس. لكن بنفس الوقت إنه ما قادر الواحد إنه يعمل شيء. شو ما قادر إنه يطمن. ما قادر يقول له إنه أنا هلأ طالع من المستشفى وما في شيء. وطلعت من المستشفى. الحمد لله. ورجعت على بيتك بالشاشة المنار. وكان الاستقبال جميل جدا. نشاهد بعض المقتطفات من محطات مهمة في حياتك المهنية وأيضا كيف كانت العودة إلى المنار. نشاهد سويا. مساء الخير يا غزة التي صارت عنوانا للصمود بالشهادة والافتداء الأرض المقدسة بالدماء المقدسة. مساء الخير من بيروت التي أحرقتها النار الإسرائيلية ذات يوم ولم ترفع الأعلام البيضاء. وقبل طلوع الفجر اختلط الدم بالدم، طحنت عظام الأطفال الطرية تحت الدمار، وانطفأت البسمة البريئة الهانئة. ربما حتى قبل أن تطلع الصرخة والآه، ربما قبل أن ترضع الأم وليدها أو يضم الشقيق شقيق. وهو الآن معنا مباشرة يوجه نداء عبر الهاتف إلى اللبنانيين والأمة. تفضل سماحة السيد. المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. سلام محمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ مشتاق لك. كيفك يا أدمي؟ يلا على السوشيال ميديا. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالزميل علي المسمار العائد إلينا، العائد إليكم عبر شاشة المنار. مساء الخير علي. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. رحمة الله. الله يسلم قلبك. ومعنا من العديس الحدودية مراسلنا علي شعيب. علي عدنا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك علي. السؤال الشعبوي شوي يا علي حبيبي. علي السؤال الشعبوي بعض منضبين. يا خليني اسالك سؤال واحكي اللي بدك اياه علي. بعض المنضبين الاسرائيليه او واقفين على اجل ونص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. علي شعيب ما كان عارف انك طالع على الهواء. باللحظات الاخيره قبل ما يطلع خبروه، وبصراحه يعني ما كانش بده يطلع لما عرف انه انا طالع، لانه هو عاطفي جدا. وعرف ومتأثر بهيدي الطلعة، فكان عم يحاول انه ما يطلع، انه مش قادر يضبط اعصابه يعني او مشاعره. ما كان شايفك قبل؟ لا ما كانش شايفني يعني. بفترة العلاج كان في تواصل، نحن يعني مش عارف بالمستشفى اذا كنت انا غايب عن الوعي. اجى لعندي. اجى لعندي. بس قال هي احسن شيء انه ما عارف مين جاي لعندك. لا هو كان بعض الاحيان يقولوا لي الشباب انه يوصل لحد البيت، لحد البناي، وما يتجرأ يطلع، يعني ما حد بيشوفني بمنظر انه واحد كان عنده صحة معينة وكذا وانتكس إليه. فهذا استاذ علي شو بتقول بالنهاية لزملاء في المنار، لزوجتك أيضا، ولأولادك اللي أنت معروف عندك علاقة مميزة جدا مع عائلتك؟ يعني أول شيء للزملاء بقول لهم أنه مشوار الإعلام عادة هو طويل، وممكن يصير انتكاسات بالمشوار الإعلامي. عم بحكي أنا من الناحية الصحية. فما بده يأثر على أي عمل، لأنه بنهاية المطاف الحالة بدها تمشي. المسيرة بدها تمشي، الشغل بده يمشي، كله بده يمشي. بيتأثر الواحد فترة لكن ما يؤدي إلى إحباط يعني.
أما لزوجتي وولادي بقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، صبرتم وإن شاء الله أجركم عند الله عز وجل بهذا الصبر اللي كان صبر كبير، لأنه عندي أولاد صغار. الله يخليك ويخلي لك أولادك. هيدي الفترة كانت صعبة عليهم، كانوا يتنقلوا من بيت لبيت لأنه زوجتي كانت تبقى معي مستشفى وتعبت كتير جدا جدا، يعني حوالي شهرين متواصلين بالمستشفى. فنقول له إن شاء الله سبحانه وتعالى بيعوضكم أيام أحسن من التي جاهز فاتت. للمواجهات المقبلة على الشاشة أكثر مما بتتصوري. أنت جيت وبلشت المواجهات. ما هو كانوا ناطرينك. معقول هن ناطريني؟ إلا ما يكون في شيء ثاني لك. أستاذ علي شكرا جزيلا لتلبيتك دعوتنا. الله يخليكم، شكرا لك، شكرا للزملاء بالقناة وشكرا لإدارة القناة. أنا كنت حابة أقول فاصل وأنا واصل يعني على طريقتك، بس ما في فاصل. بتزبط معي؟ أنا بقول لك إنه بعد في عندك شيء هلا من عنا لكن نواصل. نواصل بلا فاصل. شكرا جزيلا لك استاذ علي مسمار الاعلامي في قناه المنار. مشاهدينا الان نذهب الى فيينا، موضوع مختلف تماما. فللسنه الثانيه على التوالي تصدرت هذه المدينه تصنيفا للمدن التي يحلو فيها العيش. التصنيف يشمل جوده الخدمات التي توفرها فيينا، بعدما كانت اول مدينه اوروبيه تتصدر العام الماضي هذا التصنيف السنوي الذي تعده ايكونومست انتليجنس التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية The Economist. ووفق معدي التقرير، بنى فيينا التحتية ونوعية الهواء فيها وما توفره على الصعيد الثقافي والتربوي والطبي يكاد يكون مثاليا في بيئة مستقرة. وللسنة الثانية على التوالي أيضا حصلت فيينا على علامة 99.1 من أصل 100، متقدمة على ملبورن الأسترالية ب 98.4%. وهذه المدينة ملبورن بقيت سنوات متصدرة التصنيف، وسيدني أيضا ب 98.1%. يعني إذا كنتم بتحبوا تزوروا فيينا على أمل أن تزوروها يوما أو أن تعيدوا الزيارة إذا زرتموها سابقا. الآن نذهب إلى المشهد أونلاين. القوانين تنظم حياة سكان الأرض وتحتسب يعني تحاسبهم بالأحرى وتحفظ حقوقهم بالتالي، إنما ماذا يفعل سكان الفضاء من البشر؟ هذا السؤال بدأ يتوسع بعد الإعلان عن أول جريمة في الفضاء ارتكبتها رائدة فضاء باختراق حساب بنكي لشركتها السابقة. استقبل معنا الآن عن هذا الموضوع سيد أنطوان طنوس، هو سفير كونراد من نازا في لبنان وحكم دولي في وكالة فضاء الأمريكية نازا في حق تطوير الأدمغة والمنافع التكنولوجية. مساء الخير. شو هالتيتر يعني الطويل؟ أهلا وسهلا. لا شوي كبير. أنا ميلي بس كونراد تشالنج يلي تحصل في ناسا، يعني بس أقدر أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني أول جريمة ترتكب في الفضاء. صحيح. سنشاهد تفاصيل الجريمة، ما الذي حدث؟ بس هذا أمر طبيعي أنه في ناس في الفضاء وممكن أن يرتكبون جريمة. برأيك أن نشاهد ما الذي طبعا حدث؟ نقدر نحكي بشكل مفصل أكثر بعد أكيد. ذلك إذن هذه رائدة الفضاء كانت متزوجة من شركتها، هي مثلية، وحصل الافتراق فيما بينهم، وهي اخترقت حسابها البنكي لشركتها السابقة من الفضاء. كيف ممكن يصير هذا الشيء بداية؟ أول شيء هيدي فيها تنعمل مثل جريمة، يعني معظم الوقت مثل ما بتنعمل على الأرض، ولكن طبعا في هي استخدمت حسابات نازا. ما هي بروتوكولات، نعم طبعا أكيد في نوع من التخزين نسميه نحن ستوريج ولا بروتوكولز. هلا التحقيق بعده جاري، ما فينا نقول انه هي ارتكبت الجريمه للحين،
ولكن تحقيقات جارية من وكالة الفضاء ناسا، وطبعا اللي طلب العقاب يعني زوجتها ووردن عبر هيئة التجارة الفيدرالية. هلأ أي حكم دوليا بيصير، وطبعا عبر الـ International Space Station أو المحطة الدولية الموجودة بالفضاء، هي لخمس دول: أمريكا، يابان، أوروبا إلى آخره، كندا واحدة منهم طبعا أكيد. حسب قانون هالبلد يعاقب الشخص إذا تم يعني العقاب جريمة بالفضاء وعلى الأرض، نفس الشيء ما رح تتغير. هلأ في جدال كتير كبير، يعني هي حسب جنسيتها نفس يعني نفس صح صح حسب جنسية الشخص إذا تمت الجريمة تعاقب عبر الولايات المتحدة حسب القانون تبعولن الدولي أو قانون الولايات المتحدة، ولكن حاليا ما في. أنا في نصوص مكتوبة، يعني في نصوص تقول صحيح في قوانين وضعية موجودة من الهيئة، من الهيئة العامة لوكالة الفضاء اللي هي تجتمع خمستهم وفي هيئات كتير عديدة، ولكن إعلاميا برأي شخصي ضخموها شوي لحتى يبلشوا يقولوا أنه لازم يكون في قانون فضائي موجود مستقل، يعني مستقل عن الأرض. نعم، بس أنا بشك بالموضوع. أنا بشك لماذا بالموضوع. حاليا شوي بعد صعبة، بعدين نحن عم نطلع أنه نصير يعني يكون عنا نزور الفضاء وسعنا مراكب بال 2024 ناسا مصمم تكون على القمر وتكون موجودة هناك، مش أنه زيارة ونرجع. ومنها التركيز على المرأة، وهوني مرة جديدة المرأة شخص نفس الشخص المرأة آن يلي هي ما كان السوت أو البدلة تبعولتها موجودة بالفضاء وعملت ضجة. هل هني ناويين يشهروا آن قبل ما يبعثوها يمكن على القمر، لأنه من أشطر الأوسنوتس أو رواد الفضاء الموجودة حاليا طبعا؟ كيف يعني فسرنا أكثر عنها؟ أوكي. نحب نعرف عنها. لا أكيد يعني أكيد. الآن هي صار لها ست أشهر تقريبا فوق، رجعت ست أشهر تقعد فوق بشكل متواصل. هلا شغلة من هيني أتقول، وبنفس الوقت كمان التحضيرات واللوجيستكس لازم تكون موجودة ليمكن عقاب آن إذا مزبوط القصة. هلا إذا بدي أحكي ما رأي شخصي، هلا هذا العقاب لآن هو لضرب صورتها، لأنه كنت مثل ما عم تقول إنه هن عم بحضروها، أو لا لتعزيز ربما؟ طبعا لا اكزاكتلي طبعا لا. اللي أنا عم شدد عليه كتير إنه الموضوع بعد ما انحسم يمكن ما تكون عملت جريمة، وهي عم تقول إنه إلها حق لتشوف إنه لعائلتها الحسابات اللي شفتها، مش بيد يكون إلها حق. وهاللوج إن أو الأكسس نحن بنسميها أو الدخول الولوج إلى الحسابات موجوده، يعني عم تقدر تعمل لوج ان من الفضاء، عم تمرق من ناسا وعم تسجل كل شيء. طبعا في بروتوكولات، عم نحكي انترنت بروتوكول عبر الفضاء، عم تمرق بالسيرفرز، هالسيرفرز عم تخزن كل شيء. فاذا الحقيقه واضحه جدا وموجوده، بس بدنا ننتظر وكاله الفضاء الامريكيه. يعني اليوم فينا نقول انه عم نحكي حكي من خارج الكوكب، من الفضاء. صحيح ظابطه معنا. شكرا كثير استاذ انطوان طدنوس، سفير كونراد مناسا في لبنان، والحكم في ناسا التي تحصل في ناسا. اوكي شكرا. الحكم بتخوفني بس اقولهم، حكم دولي في وكاله الفضاء الامريكيه في حقل تطوير الادمغه والمنافع التكنولوجيه. بركي المره الجايه نحكي عن هذه المساله. انا اثارت حشريتي. شغله مهمه كثير، وانا بتشكركم ويعني العاملين بالميادين انه ضووا على. شكرا. يا المره الجايه بتكون ضيفنا طبعا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا تكون المشاهدية قد اكتملت لهذه الليله. طبعا غدا نعود ونلتقي عند الساعه 8. اكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام وتويتر. الى اللقاء.